يا روحي انت اسمعيني شو رح اقول. بصراحه من يوم ما انت فقدتي وعيك كل اللي واقفين جنبك هون اوضاعهم ما كانت منيحه. انت منيحه؟ اذا بتعملي هيك مره تانية انا رح اضربك كف. تعرفي عائلتنا مجموعة بسببك وسعادتنا كمان بسببك أنتي. لازم تنتبهي على حالك أكتر. بكفي ستي بكفي، بتخانقيها بالبيت. سكوت أنتي، أنا ما عم خانق. أنت بتعرف إنه الأم بتخانق أولادها من حبها إلهم ومن اهتمامها الزايد فيهم. إيه لاكشمي، أنتي منيحة؟ مو شايفة؟ الشخص القوي بتكون هالمرة القوية هي بتحقق كل شيء بإرادتها. شوفوا ليك واقف هون وهو منيح. أيوش نادي للدكتور خليجي يلا مشان يطمننا على وضعه. ماليشكا ليش راجع على البيت بهذا الوقت؟ ريشي منيح؟ شو صاير ما بعرف شي أبدا وما عاد يهمني. وانتي كمان لا عاد تهتمي بريشي بنوب، هو ما عاد صهرك عم تفهمي؟ هو بيكون ريشي وبس. شبك ماليشكا، شوفي شو صاير بيناتكم. مو صاير شي بنوب، ومستحيل انه يصير شي بيناتنا بعد اليوم. ماليشكا ارتباطي انا وريشي انتهى يا امي، كل شي خلص وانتهى. بس انتي شو هالحكي اللي عم بتقولي؟ انتي ما عم تسمعيني؟ ماليشكا وقفي واسمعيني شوي، شو عم بتقولي؟ انتي عن شو عم تحكي؟ ماليشكا اسمعي شوي. فوتي بنتي. عمالك بنتي. مرحبا ريشي. عدي يلا عدي. لا عدي ستي طمني. يلا عدي هلا. صرت منيح؟ ايه 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 هن مناح كتير. شو قصدها؟ يعني لاكشمي هي اللي انقذته لريشي. شو قلت؟ ايه هي سحبة السم اللي كان بجسمه والسم انتشر بكل جسمه من بعدها. اخي ريشي كيف صرت؟ أنا منيح أكيد. إيه بفضل لاكشمي. وهاي المرة كمان لاكشمي أنقذت حياة زوجها. لا عمو أنا ما عملت شي، الحياة عطتنا فرصة جديدة. كان يوم إيجابي كتير وهو يوم تحققت فيه أمنيتي. بس بتعرف ريشي صار وضعه كتير خطير بسيارة الإسعاف، ما عرفت شو أتصرف وقتها وكيف بدي أنقذه. وبهالوقت كان أهمي أني أقدر أنقذ حياته بس. وكنت خايفة كتير من كلام الدكتور وكل همي بس أنه ريشي يتحسن.